بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوتنا المجاهدين في أرض فلسطين نصرا مؤزرا، وأن تكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن تردهم خائبين يا قوي يا متين. في الدرس الماضي كان الكلام على حالات تقدم الخبر وتأخره، واليوم إن شاء الله نأخذ مبحثا جديدا. قال رحمه الله تعالى: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. ويجب حذف الخبر بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. وبعد القسم الصريح، نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك قسمي. وبعد واو المعية، نحو كل صانع وما صنع، أي مقرونان. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. هذا المبحث إخواني حفظكم الله يتكلم حول حذف المبتدأ والخبر، وهو الذي أشار إليه أولا بقوله وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، ثم تكلم على حالات حذف الخبر وجوبا، ولم يتعرض لحالات حذف المبتدأ وجوبا، وذكرت في السبورة حالتين، ولذلك نلخص الدرس في السبورة ثم نعود بعد ذلك إلى الكتاب. فأقول بارك الله فيكم، إن الحذف قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا، الحذف قد يكون جوازا وقد يكون وجوبا. فالحذف يكون جوازا عند العلم بالمقصود، وذلك ما أشار إليه الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في بيتين، فقال: شوف، سأكتب البيتين هنا واكتبهما في الدفتر واحفظهما إن استطعت، تمام. قال: وحذف ما يعلم جائز كما، إذن هو يتكلم هنا على الجواز أو الوجوب؟ يتكلم على الجواز. قال: وحذف ما يعلم جائز كما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف. ما معنى دنف؟ مريض، اشتد مرضه، فزيد استغني عنه إذ حذف. في هذين البيتين ذكر الإمام ابن مالك رحمه الله مثالين: المثال الأول في حذف المبتدأ جوازا، المثال الثاني في حذف ماذا؟ الخبر جوازا. انظروا، قال: إذا سئلت فقيل لك قيل من عندك، فقلت زيد، ما التقدير؟ زيد
ما التقدير؟ زيد عندي، واضح. ما الذي حذف؟ حذف الخبر. هذا مثال حذف الخبر جوازا. ما سبب حذف الخبر؟ ما سبب حذف الخبر؟ أنه معلوم، أنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. هذا مثال لصورة يكون فيها حذف الخبر جائزا. ثم مثال آخر، قيل لك كيف زيد، فقلت مريض. ما التقدير؟ تقدير زيد مريض. ما الذي حذف هنا؟ حذف المبتدأ جوازا. قال وفي جواب كيف زيد قل دنف أي مريض. فزيد هنا استغني عنه، لماذا؟ لأنه معلوم السؤال عنه، فزيد استغني عنه إذ حذف. إذن هذا بيان لحذف المبتدأ وحذف الخبر في حالة الجواز. المصنف العلامة الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى أعطانا آية قرآنية كمثال لهذه المسألة، جمعت حذف الخبر وحذف المبتدأ، وهي قول الله عز وجل سلام قوم منكرون. تقدير الآية الكريمة كالآتي: سلام عليكم، هذه الجملة الأولى، ثم أنتم قوم منكرون، هذه الجملة الثانية. ففي الجملة الأولى ما الذي حذف؟ في الجملة الأولى حذف الخبر، سلام مبتدأ، عليكم خبر. وفي الجملة الثانية ما الذي حذف؟ حذف المبتدأ. إذن هذا مثال لحذف الخبر جوازا ولحذف المبتدأ جوازا. وهذه الآية جمعت مثالين معا، سلام قوم منكرون، سلام عليكم أنتم قوم منكرون. وهنا عندي سؤال، سلام نكرة أو معرفة؟ ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أحسنت، ممتاز، الدعاء. فمن المسوغات التي لم تذكر في الكتاب الدعاء يسوغ الابتداء بالنكرة، مثاله سلام عليكم، ومثاله ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين. فالذي سوغ الابتداء بويل الدعاء. أحسنتم أستاذ حلمي، فهم هذا؟ واضح؟ إذن هذا مثال على حذف المبتدأ والخبر جوازا، انتهينا. هذا حالة الجواز. ثم ننطلق إلى حالات الحذف الواجب، ولم يذكر المصنف حذف المبتدأ وجوبا، لكن نذكر له صورتين فقط، له صور، نذكر له صورتين. صورة الأولى إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا للمدح أو الذم. إذا كان خبر المبتدأ إيش؟ نعتا مقطوعا للمدح أو الذم. ما مثاله؟ أمسح هذا. ما مثاله يا شيوخ؟ لو قلت هنا كتبت أمثلة، لكن أكتب مثال آخر. رضي الله عن عمر الفاروق. رضي الله عن عمر الفاروق. رضي فعل، الله فاعل، عن حرف جر، عمر اسم مجرور، علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل،
الفاروق ما إعرابه؟ الفاروق لو جريت على أنه نعت لقلت رضي الله عن عمر الفاروق، لكن هذا قطع من التبعية، تمام؟ فماذا يعرب؟ الفاروق يعرب خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، التقدير عن عمر هو الفاروق، عن عمر هو الفاروق، واضح؟ إذن هذا الموضع يحذف فيه المبتدأ وجوبا. مثال آخر، لو قلت لا تصاحب الكذاب السفيه، فإن السفيه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو السفيه، واضح؟ ومن هنا تعلم ما، أو من هنا تتذكر ما مر معنا في إعراب البسملة في أول الكفراوي، أن من وجوه إعراب البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره بسم الله هو الرحمن الرحيم. ما الذي حذف هنا؟ ما الذي حذف؟ المبتدأ وجوبا. متى؟ إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا للمدح أو للذم، فهم؟ واضح؟ الحالة الثانية، إذا كان خبر المبتدأ مخصوص نعمة أو بئسة، تقول مثلا نعمة الطالب، مثلا نعم الطالب زيد، نعم الطالب زيد، عند الإعراب نعم فعل، الطالب فاعل، زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره نعم الطالب هو زيد. تقول مثلا بئس الخلق الكذب، بئس فعل، الخلق فاعل، الكذب خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الكذب. هذا الوجه الذي يتناسب مع درسنا، فيكون هنا المبتدأ محذوف وجوبا. وهنالك وجه آخر في الإعراب ذكرناه في شرح العوامل للإمام الجرجاني رحمه الله، واضح؟ وهو أن تقول بئس الخلق فعل وفاعل، جملة فعلية، خبر مقدم، الكذب مبتدأ مؤخر، يجوز هذا، لكن هذا لا يتناسب مع درسنا لأنه حينئذ لا يوجد حذف للمبتدأ، فهم؟ واضح؟ كيف حالك يا ياسين؟ متى وصلت؟ الآن؟ ما شاء الله، أهلا وسهلا، كيف الجوالة خلاص؟ الحمد لله. طيب، وأما حذف الخبر وجوبا فإن المصنف العلامة الحطاب الرعيني رحمه الله ذكر لنا كم حالات؟ أربع حالات. كم حالات؟ أربع حالات. حالة الأولى، إذا كان المبتدأ بعد لولا فإن الخبر محذوف، إذا كان المبتدأ بعد لولا فإن الخبر محذوف، تقول مثلا لولا فضل الله، لولا فضل الله لهلكت. ما التقدير؟ لولا فضل الله موجود لهلكت، فيقدر الخبر كون عام، لولا فضل الله حاصل، لولا فضل الله كائن، لولا فضل الله موجود لهلكت.
لولا هذه حرف امتناع لوجود. لولا زيد لأتيتك. هل أتيت؟ ما أتيت، امتنع الإتيان. لماذا؟ لوجود زيد. لولا حرف امتناع لوجود، وهي حرف شرط غير جازم. حذف حرف شرط إيش؟ غير جازم. انتبه معي. إذن هنا يحذف الخبر وجوبا أو جوازا؟ ألو، يحذف الخبر وجوبا. الحالة الثانية كون المبتدأ، كون المبتدأ نصا في اليمين. كون المبتدأ نصا في اليمين، ما معنى نصا؟ أي أنه يستعمل كثيرا في اليمين، فلا يستعمل في غير اليمين إلا نادرا. هذا معنى النص هنا، كون المبتدأ نصا في اليمين، أي أنه يستعمل في اليمين كثيرا، فلا يستعمل في غيره إلا نادرا. ولذلك انتبه معي ما سأقوله لك هنا. انظر إلى هذين المثالين. لو قلت مثلا لعمرك، لعمرك، أو لعمر الله أحسن، لعمر الله لأحفظن الألفية. واضح؟ لعمر الله لأحفظن الألفية. وقلت عهد الله لأحفظن الألفية. ما الفرق؟ نقول الفرق أن لعمر الله هذه نص في اليمين. ما معنى نص في اليمين؟ أي لا تستعمل إلا في اليمين، لا تستعمل إلا في اليمين. وبالتالي الخبر محذوف وجوبا. ما التقدير؟ لعمر الله قسمي، لعمر الله قسمي لأحفظن الألفية. لكن عهد الله هذا يستعمل في اليمين وفي غير اليمين. أقول لك أوفي بعهد الله، هذا في غير اليمين. واضح؟ عهد الله واجب عليه، هذا في غير اليمين، وتستعمل في اليمين. مثل هنا عهد الله لأحفظن. ولذلك حتى الفقهاء، انتبه معي، حتى الفقهاء في كتب الفقه يقولون إن لعمر الله وعهد الله من ألفاظ الأيمان، لكنها كنايات ينعقد اليمين بها مع النية. لعمر الله عهد الله من كنايات الأيمان ينعقد اليمين بها مع النية. فهم؟ طيب، عهد الله هذا أين خبره؟ محذوف، لكن ليس وجوبا. ولذلك يصح أن تقول عهد الله علي هذا الخبر لأحفظن الألفية. اتضح؟ عهد الله علي لأحفظن الألفية. الحالة التي بعدها، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان المبتدأ بعد واو المعية، أي التي تعينت المعية. إذا كان المبتدأ، تمام، إذا كان المبتدأ إيش؟ عفوا، لا، إذا كان المبتدأ بعده واو، مش بعد، ليس المبتدأ بعد، إذا كون المبتدأ بعده واو تعينت، هذه الواو تعينت المعية، أي أنها للمعية فقط لا لأمر آخر. واضح؟ فهنا يجب حذف الخبر. لماذا؟ لأن الخبر هنا يعلم من هذه الواو، فأنت تأتي بين شيئين الاقتران حاصل بينهما. فالطالب، لو قلت لك تصور طالب في ذهنك، تتصور شخصا يحمل كتبا لقوة التلازم بين الطالب والكتاب،
ولو قلت لك تصور فلاحا تتصور في ذهنك شخصا مثلا يحمل آلة فلاحة، آلة حرث أو نحوه، واضح؟ لقوة التلازم بين هذا الشخص وآلته، صح؟ إذا تقرر هذا فعندما تقول كل طالب، كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه، كيف تعرب؟ تقول كل مبتدأ وهو مضاف، طالب مضاف إليه، الواو للمعية، كتابه معطوف، أين الخبر؟ الخبر محذوف، تقديره مقترنان، 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 لأن الواو هنا تعينت للمعية، هنا الخبر محذوف وجوبا لأن الخبر حصل مقصوده من الواو. فإن قال قائل، ربما بعضكم يسأل فيقول لماذا لا نقول كل طالب وكتابه مفعول معه، لماذا؟ واضح السؤال، لماذا لا نقول بالنص، نقول كتابه ليس كتابه، لماذا؟ ها؟ يوجد الضمير، لا، أحسنت، ممتاز ممتاز، أحسنت يا رزق الدار. إنما ينصب، إنما ينصب المفعول معه إذا سبق بفعل أو ما يشبهه. الآن لم يوجد لا فعل ولا ما يشبه الفعل، ولذلك يرفع بالعطف، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، بما من الفعل وشبهه، اسم الفاعل مثلا، اسم المفعول، مصدر، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. أحسنت، ممتاز، هذا حتى مر معنا في الكفراوي، موجود في الكفراوي في الصباح، أتأكد مر في الكفراوي، نعم موجود في الكفراوي، فراجعوا، واضح يا شيوخ ولا لا؟ طيب هذه الحالة الثالثة. إذن هنا حذف الخبر ما حكمه؟ واجب. الحالة الرابعة، كون المبتدأ مصدرا بعده حال لا تصح خبرا. مثاله، لو قلت ضربي العبد قائما، وقلت هنا بجانبه حتى نفرق بين الجملتين، ضربي العبد خفيفا، لاحظ معي، ضربي العبد قائما، هنا ضربي هذا مبتدأ، العبد مفعول للمصدر لضربي، لأن الضرب مصدر يفعل، يعمل عمل إيش؟ يعمل عمل الفعل، صح ولا لا؟ قائما، ما إعراب قائما؟ هذا حال، حال من الضمير المستتر في كان. تقدير الكلام، تقدير الكلام كالآتي، ضربي حاصل للعبد، تمام، إذا كان، إذا كان قائما، هكذا، وكان هنا لا تكون ناقصة بل تامة، كان هنا لا تكون ناقصة بل تامة، وقائما حال من فاعل كان المستتر، من الضمير الذي في كان المستتر، واضح؟ ما الذي حذف؟ ما الذي حذف؟ حذف الخبر، هذا الخبر حذف، وحذف إذا كان هذا، واضح؟ فصارت الجملة ضربي العبد قائما،
إذن هنا الخبر يحذف وجوبا. لماذا؟ لأن هذا قائما الحال هذا بارك الله فيكم لا يصح أن يكون خبرا لضربي، فالضرب لا يوصف بكونه قائما، وبالتالي هنا الخبر يكون محذوفا وجوبا. بخلاف هنا انظر، ضربي العبد خفيفا، خفيفا يصلح أن يكون وصفا للضرب، وبالتالي يصح أن تقول ضربي العبد خفيفا، ضربي العبد خفيف. ولذلك ابن مالك في الألفية ذكر هذه الحالات الأربع، انظر ماذا قال. وبعد لولا، أكتب الأبيات أحسن، أين أكتبها؟ هنا. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، هذه الحالة الأولى. وفي نص يمين ذا استقر، وفي نص يمين ذا استقر، تمام. إيش قال بعدها؟ وبعد واو عينت مفهوم مع، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل بالرفع صانع وما صنع، وبعد وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا، مثل بهذا كضربي العبد مسيئا، وفي صورة أخرى نتركها لأصحاب الألفية كضربي العبد مسيئا. انظر ماذا قال، فائدة الأبيات أنها تجمع لك المعلومات. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، الحالة الأولى، لولا فضل الله لهلكت. وبعد لولا غالبا، قال ابن مالك قال غالبا، وغيره من النحاة قالوا دائما. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم أي واجب، هذه الحالة الأولى. وفي نصي يمين ذا استقر، إيش معنى ذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ وفي نص يمين ذا، وفي نص يمين حذف الخبر حتم استقر. استقر حذف الخبر حتما في نص يمين، فهمتم معنى البيت؟ استقر حذف الخبر حتما في نص يمين، وقوله في نص يمين أخرج إيش؟ ما لو لم يكن نصا، مثل عهد الله، هذا ليس نصا، فيجوز ذكر الخبر ويجوز حذفه، بخلاف لعمر الله. واضح؟ هذه الحالة رقم كم؟ رقم 2. وبعد واو، هذه رقم 3. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع أي مقترنان. الحالة الرابعة، وقبل حال لا يكون خبرا أي لا يصلح أن يكون خبرا. لو كان الحال يصلح أن يكون خبرا لما وجب حذف الخبر، بل يجوز ذكره ويجوز حذفه، لكن إذا كانت الحال لا تصلح خبرا يجب حذف الخبر، وحينئذ الحال تسد مسد الخبر. قال هنا وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي، لاحظ مصدر ضربي مصدر تعليمي، لو قلت مثال آخر إيش بقول؟ تعليمي التلميذ
جالسا هذا لا يصلح أن يكون إيش؟ لا يصلح أن يكون خبرا. هنا الخبر محذوف وجوبا، لكن لو قلت تعليمي التلميذ متقنا هذا يصلح أن يكون وصفا للمصدر، فيصح أن تقول متقنا ويصح أن تقول متقن. كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أربع حالات. واضح يا شيخ ولا لا؟ نأتي إلى عبارة الكتاب، نقرأ الآن عبارة العلامة الحطاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون. سلام مبتدأ، أين خبره؟ محذوف جوازا تقديره عليكم. قوم خبر، أين المبتدأ؟ أنتم قوم منكرون. إذن أنتم مبتدأ محذوف جوازا، قوم خبره، منكرون نعت. هذه الآية جمعت مثالين، مثال حذف المبتدأ ومثال حذف الخبر. ويجب حذف الخبر، لم يذكر حالات وجوب حذف المبتدأ، وذكرت لك حالتين في السبورة بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. وبعد القسم الصريح، ما المقصود بالصريح؟ الذي هو نص في اليمين، فيستعمل كثيرا في اليمين ولا يستعمل في غير اليمين إلا قليلا جدا، بخلاف ما كان يستعمل أكثر ما يستعمل في غير اليمين، مثل عهد الله، فهذا يجوز ذكر الخبر ويجوز حذفه. تقول عهد الله لأحفظن الألفية، عهد الله علي لأحفظن الألفية. قال: وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع، أي مقترنان مقرونان. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيد قائما، ضربي زيدا قائما. زيدا هنا مفعول المصدر، ضربي مبتدأ وهو مضاف إليه مضاف إليه، زيدا مفعول المصدر، قائما حال، واضح. والخبر هنا محذوف وجوبا، ما التقدير؟ قال ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. وهنا تقدر إذا كان الأمر سيكون في المستقبل، وإذا كان في الماضي تقدر إذ، فتقول ضربي زيدا قائما إذ كان قائما، أي في الماضي، واضح. نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس المهم جدا، درس المبتدأ والخبر. إن شاء الله عز وجل في يوم السبت نعمل مراجعة شاملة للدرس بذكر الحالات. مراجعة عبارة عن اختبار شفوي، أنا أسأل أذكر الحالة وأذكر مثال، أذكر الحالة وأذكر مثال، واضح. بارك الله فيكم، من أول درس المبتدأ والخبر، لأن هذا مهم وينبني عليه فهم أشياء كثيرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.